هلا شوكم، رح ناخذ تكنيك كل التريق اليوم، ركزوا وياي وحاولوا تعيدوني. مثل ما تعرفون اكو هواي شغلات ممكن تصير بالشارع. اليوم رح ناخذ موقف كلش شائع ويصير، بس شنو رح يصير بعدة تعال ابراهيم بعدة خيارات. الشغله الاولى ممكن يصير البس، ممكن يكون يدفعك يخنقك بايد وحده، بس شنو الوزن، وزن جسمه ما حاطه، بس مجرد حاط ايده، ما حاط وزن جسمه ورا هاي الايد. فراح اسوي شنو، هذا الاصبع راح اوجه كل جسمي ضده، يعني راح افر من رجلي وايدي واضرب بهالصوره هاي، راح تطلع ايده. وانا الخيار هذا الاول والافضل والانسب قبل اخلي المكان اللي انا بيه. خل طب جرب يمني واحد، يمكن اضرب واخلي المكان عيد، ما خال وزن جسمه قلنا. واحد تضرب بهالصوره هاي، تفتح ايده وتضرب من هنا، خلينا نصير تضرب هيك شيء او لا، مجرد واحد اثنين ممكن. واحد تضرب كوع وتخلي المكان قبل، عندك تقدر تطلع، عندك يعني فسعه ممكن تطلع بيها. الخيار الثاني شرد منك تخلي وزن جسمك عليه. هنا ايش راح اسوي؟ من دفعه راح يجي علي ينضرب، فاذا ايدي نازله راح يضربني وجهي. فانا ايش راح اسوي؟ ابقي ايدي فوق وراح اضربه. نعيد، خلي وزن جسمك بعد 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 بوم. اوكي بهالصوره هاي نعيدها، خلي وزن جسمك بوم 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 بوم، ضربه كله واطلع هو السقط، وانت نجيت بحياتك او قدرت تدافع عن روحك بهاي الموقف. نعيد، واحد ضد هذا الاصبع اللي تشوفوه، هذا 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 الابهام ضد الابهام. واحد قلنا، اثنين ثلاثه تضرب براسك بهاي المنطقه كلش مهمه، تضرب تطلع من المكان بهاي اللي. خلينا نجرب حتى يشوفون. حلو بالصوره هاي هيك غلط، اربع اصابع مو مثل الاصبع الواحد الابهام. واحد اضرب منا واطلع. هاي اذا ما عندك ما تقدر تطلع اذا ما تاذي، بس اذا تقدر تطلع الافضل انه شنو، بس ضربته اطلع احسن لك. بس اذا لا هو خانقك خل وزن جسمه عليك راح تسوي هاي التكنيك. خلينا نعيد اول تكنيك، واحد طلعت. التكنيك الثاني خل وزن جسمك ابراهيم، واحد راح يجي يضربني فراح يوقع عليه، فايش راح اسواني؟ بوم بوم احاول اضرب واطلع من مكاني بهالبساطه. خلصت فقط.